التعادل السلبي سيد الموقف 0-0. ما تسجلش برك خليهم يكملوا. اقدم اللاعبين يا ليلى لست انا ولا انت. متواصل المباراة، الحكم لن يطيل ويعلن عن نهاية المرحلة الأولى بتعادل سلبي 0-0 في مباراة كانت مقبولة إلى حد ما. نعم عمروش بسرعة، كيفاش تقرا شوط المباراة الأول؟ والله كان الشوط لاباس به، على كل حال كان خوار تكتيكي شوية، أونجو شوية رانا نخوف، كانوا مخوفين الفريقين، كاين بعض هجومات كنا قادرين نسجلوا كما كانوا قادرين يسجلوا، هذا هو إن شاء الله الشوط الثاني راح يتحسن خارج. وأنت ليلى؟ لا أريد الحديث في هذه الأفلام. ليلى لا تريد أن تضغط على عناصرها فعلا. لأنه فترة حساسة ما بين الشوطين. فعلا عبد النور كيف تلخص المرحلة الأولى بسرعة؟ الشوط الأول مقبول لكن ما كانش فيه فرص سامحة مع خطأ فادح من بشيرين، ظن شوط مقبول، نتمنى الشوط الثاني يكون أحسن مع تعليمات المدربين إن شاء الله. شكرا لكم أيها السادة والسيدات جمهور الرياضي على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي مع بداية المرحلة الثانية والعودة إلى الأستوديو المركزي والسامي سامي نوردين.